تحية لكم مشاهدينا الكرام. حدد تقرير سري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصدر الرئيس للأسلحة التي تهربها إيران لميليشيات الحوثي في اليمن وغيرها في المنطقة. وذكر التقرير أن مصدر آلاف منصات إطلاق الصواريخ والأسلحة الآلية وغيرها التي ضبطها الأسطول الأمريكي في بحر العرب في الأشهر الأخيرة هو ميناء تابع للأسطول الإيراني في جنوب شرق إيران. ويعد التقرير أكثر وثيقة تفصيلية حول تهريب إيران الأسلحة للحوثيين في اليمن. تقرير فريق الخبراء حول اليمن التابع لمجلس الأمن استند إلى شهادات بحارة السفن التي ضبطت تهريب السلاح إلى اليمن، وبيانات أيضا أجهزة الملاحة على تلك القوارب. تؤكد تلك البيانات مشاهدينا والمعلومات أن كل شحنات السلاح وأغلبها صناعة روسية أو صينية بدأت من ميناء جاسك الإيراني على بحر عمان. وسند التقرير الأخير إلى تفاصيل شحنة أسلحة اعترضها الأسطول الأمريكي في بحر العرب العام الماضي وشحنة اعترضتها السعودية في عام 2020. نتوقف في حلقة الليلة من حديث المساء عند هذا الموضوع ونتساءل كيف سمح المجتمع الدولي بتطوير قدرات الحوثي، وأيضا ماذا يترتب على هذا التقرير، خصوصا وأن فريق المحققين التابع لمجلس الأمن سوف يقدم تقريره لمجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، فما المتوقع من مجلس الأمن تجاه ما تم ذكره في هذا التقرير؟ أناقش ذلك بمعية ضيوفي في حلقة الليلة. وقبل متابعة التقرير أرحب بضيوفي معنا عبر سكايب الدكتورة سيلين جيريزي الأكاديمية والمحللة السياسية المعروفة. مساء الخير دكتور. مساء النور، مرحبا بك، مرحبا بضيوفك ومتابعي القناة. تحية لك سيدتي واشكر انضمامك معنا دكتورة سيلين. وايضا ينضم معنا عبر سكايب السيد مبارك العاتي المحلل السياسي المعروف. نرحب بك سيد مبارك، مساء الخير سيدي. مساء النور لك ولدكتورة سيلين ومشاهديك الكرام. تحية لك سيدي واشكر انضمامك معنا. وايضا عبر الهاتف ينضم معنا الدكتور معن دماج مدرس الفلسفة في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. تحية لك دكتور وأشكر انضمامك معنا. إذا مشاهدينا قبل النقاش دعونا نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود للبدء في النقاش، فابقوا معنا. تفاصيل جديدة ومعلومات مهمة يكشف عنها تقرير أممي جديد بشأن تطور القدرات العسكرية للإرهابيين الحوثيين تحت إشراف وإعداد ودعم إيراني متنوع ومتعدد الأشكال، وحول شبكات التهريب المعقدة وكيفية إيصال التقنيات العسكرية والمحركات وأنظمة السلاح المتطورة لميليشيات الحوثي وفرق الخبراء الإيرانيين والتابعين لتنظيم حزب الله اللبناني المتواجدين في صنعاء المحتلة. موقع المصدر أونلاين نجح في الحصول على نسخة من مسودة التقرير الذي أعده فريق المحققين التابعين لمجلس الأمن الدولي للعام 2021، ومن المتوقع أن يطلع عليه أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة، على أن التقرير سينشر كوثيقة رسمية في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري. في قراءة سريعة لنص تقرير فريق العقوبات والمحققين الأمميين حول تطور القدرات العسكرية للإرهابيين الحوثيين، يبدو واضحا أن برنامج التسليح والصواريخ البالستية وأنظمة الطيران المسير والدفاعات الصاروخية الجوية صارت عملية إيرانية بامتياز، ولم تكن الميليشيا الحوثية سوى واجهة تخوض إيران من خلالها معركة شاملة في اليمن، معركة رمت فيها طهران بكل ثقلها ورهاناتها، كما يتضح من خلال ما ذكره التقرير الأممي بشأن تقنيات الأسلحة وبرنامج الصواريخ البالستية وأنظمة الاستشعار المتطورة للطائرات المسيرة، بما فيها نوع جديد يسمح بالتحكم عن بعد لمسافات تصل إلى مئات الكيلومترات، مما يزيد بشكل كبير من التهديد على الأهداف المتحركة. في الوقت نفسه نجحت إيران في نقل صواريخ دفاع جوي إيرانية الصنع وصارت بأيدي أتباعها الحوثيين،
وهي نفس الصواريخ التي زودت بها الجماعات الشيعية في العراق وباتت تستخدمها منذ مطلع العام الماضي في مأرب. لكن كيف تصل تلك التقنيات والتكنولوجيا العسكرية للميليشيات الحوثية؟ التقرير يقول إن عملية تهريبها تتم من خلال شبكة تهريب واسعة ومعقدة، شبكة تشير الأدلة الأممية إلى أنها إيرانية، ومفتاحها ميناء جاسك جنوب شرق إيران، وهو مصدر الآلاف من قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي يتم تهريبها للإرهابيين الحوثيين. إذن مشاهدينا تابعنا هذا التقرير، نناقش اليوم تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن حول تطور القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي وكيف تم تهريب هذه الأسلحة النوعية لهذه الميليشيا من قبل طهران، بمعية ضيوف السيد مبارك العاتي المحلل السياسي المعروف، وكذلك الدكتورة سيرين جيريزي الأكاديمية والمحللة السياسية المعروفة، والدكتور معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء. نرحب بكم مجددا ضيوفي. لو بدأنا بالسيد مبارك العاتي، سيدي أرحب بك مجددا. إذا تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن، ما الذي لفتك في هذا التقرير؟ يعني هل يعني المعلومات التي تؤكد ربما أن هذه الأسلحة صناعة روسية وصينية، وكيف أيضا تم تتبع سلسلة هذه الأسلحة، وأيضا ذكر الميناء الذي يتم عن طريقه أيضا تهريب هذه الأسلحة، ميناء جاسك، ما اللافت في هذا التقرير من وجهة نظرك سيد مبارك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية اللافت حقيقة في هذا التقرير هو نشر التقرير وتوقيت نشر التقرير، مهم جدا. أقصد السماح بنشر مثل هذا التقرير الذي يفضح بالفعل مسارات التهريب الإيرانية ومن يقدم دعما لوجستيا، دعني يسمي دعما لوجستيا، خصوصا إذا عرفنا مناشئ أو صانع هذا السلاح، وإن كان بالإمكان استيراد هذا السلاح من خلال الشراء أو الاتفاقيات سواء من روسيا أو الصين، لكنني لا أريد أن أشير بأصابع الاتهام على الأقل مرحليا إلى الصين أو روسيا، لكن نقول أن النظام الإيراني بالفعل، كلنا نعلم ذلك، أن النظام الإيراني هو الذي يستميت في إيصال هذه الأسلحة. وبدأ لي واضح أن برنامج التسليح الإيراني للتمرد الحوثي لم يتوقف لوهلة، وأن النظام الحوثي بالفعل لا يملك إلا أن يتحرك، حتى أنه لا يملك أن يتفاوض أو أن يأخذ تنوت، بل لا يملك إلا أن يتحرك وفق المخطط المرسوم له. الأمر الثالث أيضا أن هناك أعين دولية متى ما أرادت أن ترصد، ولكن الواضح أن هناك تغاضي من هذه الأعين الدولية التي وضعت رهن المقايضات السياسية للإضرار بالمملكة العربية السعودية، والتحالف العربي يعلم جيدا ذلك، والسعودية تعلم أن بعض القوى الدولية تريد أن تمارس الكيد السياسي للمملكة عبر الملف اليمني، مثلا إما التغاضي عن سلاسل إمداد التهريب الإيراني أو فضح هذا التهريب في أوقات بينها والأخرى. وذلك نقول أن العملية تأتي ضمن المشهد السياسي في المنطقة. الأمر الآخر والمهم حقيقة، لا أريد أن نقول أنه ارتفاعا بالتسليح الحوثي، بل على العكس، الملاحظ اليوم أن الحوثي في أضعف حالته وفي حالة هشة جدا، والدليل على ذلك عندما أوجدت القوات العمالقة أو أي قوات تؤمن بالتاريخ وتؤمن بالجغرافيا اليمنية تمكنت من تحقيق النصر في أيام معدودة وبأسهل الطرق. صحيح أن هناك تضحيات قدمت، لكن مقارنة بأيام احتلالها وأيام تحريرها، باعتقادي أن هذا هو الفارق الحقيقي الذي يجب أن يرصد. أعود وأقول أن رغم استمرار التهريب الإيراني للسلاح الحوثي، إلا أن هذا لا يعني علوا في التسليح الحوثي، بقدر ما أن الحوثي يستغل حالات الفراغ السياسي اليمني، حالات الانقسام اليمني، حالات الاحتراب اليمني، وهي التي تمثل مساحات فراغية يتمدد من خلالها التمرد الحوثي. جميل، العديد من النقاط
مبارك سعود لك سيدي، ابقى معي أنقل ما ذكره سيد مبارك للدكتورة سيرين. ربما كما تحدث سيد مبارك اللافت أيضا هو التوقيت، ربطه أيضا بالمشهد سواء كان محليا أو حتى إقليميا ودوليا. كيف غض المجتمع الدولي يعني الأعين عن مسارات وكيف تم تهريب هذه الأسلحة النوعية إلى هذه الميليشيا؟ هل تتفقين معه دكتورة سيلين بما يتعلق بالتوقيت، وهل هناك فعلا مقايضة للمملكة العربية السعودية حاليا؟ أعيد الترحاب بك وبضيف بكل تأكيد أنا هذه النقطة سكنت سأثيرها، هو التوقيت. قد أتوسع وأنا في التوقيت، يعني هو قد نظر إلى التوقيت في المنطقة، أنا أنظر إلى التوقيت بشموليته. نحن نعلم أن اليمن وما يحصل مع الحوثيين قد تكون ورقة ضغط أو تفاوض بين إيران وبين المجتمع الدولي، لأن الآن نحن نعرف أن هناك مفاوضات سواء من الاتحاد الأوروبي أو حتى الدول الكبرى تفاوض إيران حول السلاح النووي، حول رغبة العالم في أن ترجع إيران إلى اتفاق 2015. لذا فالتوفيق جد مهم في هذه المرحلة. بالنسبة للحوثيين أضيف إلى ما قاله الضيف كيم، وأن الحوثيين لم يكتفوا فقط بالتوصل بالأسلحة بل طوروها، والتقرير الذي تم تسريبه مثل ما تفضلت وذكرت لأول مرة أو من النادر أن يأتي بمعلومات دقيقة، دائما تكون هناك إشارات تلميحات لكن تسميات، والكل يعلم يعني الآن المعلومات قد خرجت أنه يوجد أكثر من ميناء، إيران تعلن عن حوالي 40 أو 50 ميناء رسمي، لكن هناك أكثر من 200 ميناء في إيران لتهريب ليس فقط الأسلحة لكن المخدرات أيضا ومجموعة من المواد أو الممنوعات إذا صح التعبير. وهذه المعلومات بدأت تصل تباعا إلى المتلقي سواء عبر الإنترنت أو عبر التقارير. لذا اختيار التوقيت وإخراج هذه المعلومات والتي بانسيابية وبدقة، هذا كله لديه دلالة. هناك أيضا يجب ربطه بما يحصل على أرض اليمن، لا يمكن فصل الجغرافيا الإنسانية أو البشرية بالجغرافيا الطبيعية. هناك أيضا من المجموعة من المعلومات تتوافد بتقدم الألوية والعمالقة، هناك أيضا طلب الحوثيين، هناك رسائل توجه الحوثيين للمجتمع الدولي لإيقاف الحرب بعدما كانت هي متعنتة. هناك أيضا نقطة مهمة وهو ما حصل مع السفينة الإماراتية أيضا أو الشحنة الإنسانية، شحنة الأدوية والأغذية التي كانت توجهها المملكة العربية السعودية عبر الباخرة التي تم استئجارها. هناك أيضا تدمير الطائرة المسيرة في شبوة، هناك مجموعة من النقاط يجب أخذها بعين الاعتبار. لذا أظن أن التوقيت مهم جدا في هذه اللحظة، أن تدخل متحدة، نحن نعرف أن أكبر من يسير أو يتم لديه يد أو أوامر على الأمم المتحدة لنقل بالطريقة يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية. لذا فهناك مجموعة من النقاط، أنا من رأيي أن هناك دخول أو فتح صفحة جديدة في ملف النووي الإيراني، قد تكون المقايضة باليمن أحد عناصره. هناك أيضا محاولة الضغط على الدول التحالف وعلى الأخص المملكة العربية السعودية، لأن الحوثي لا يتوقف يعني برد يعني او التعامل او بزعزعة امن المملكة، رغم ان الحوثي يتعذر بان دول التحالف يجب عليها ان تتوقف من الاعتداء. هذه مجموعة من النقاط. لذا فاظن ان هناك لن اقول قلب او تغيير في اسلوب الحوثيين في التموقع، انا لست مطمئنة اذا صح التعبير حول هذا التغيير، لأن لست متعودة على أن يطلب الحوثي إيقاف الحرب، كان دائما يعتبر نفسه في نقطة قوة، ودائما عندما يجنح إلى هذا النوع من الإعلانات، حتى هناك إعلانات عن اليوم عن إصابة عبد الملك الحوثي والمشط، وعندما تخرج هذا النوع من الإعلانات فمن رأيي هناك عمليات جراحية دقيقة يهيئ لها الحوثي، وما يعلن عنه هي محاولة لذر الرماد بالعيون. أنا متفقة مع ضيفك بأن المجتمع الدولي لم يقم بأي
التصرف، وان حتى وان لم يساعده يعني لوجستيا غض الطرف اكبر مساعده قدمت للحوثي من طرف المجتمع الدولي. الكل يعلم ما يحصل باليمن، الكل يعلم الخروقات التي تتم، تجنيد الاطفال، السجون السريه، كل هكذا الاشياء. لكن عندما نجد مثلا الصحافه الفرنسيه، عندما قرات عندما تقرأين الحوثي نجد شيئا عن روابي، لكن لا نجد اشياء تدين الحوثي. الاعلام الفرنسي هناك من يسميهم بجماعه الحوثي، هناك من يسميهم بالمتمردين، لكن كلمه الارهابيين لا توجد مثلا في اللغة الإعلامية أو اللغة السياسية الغربية. لذا فهذا يعطي حتى منع الحوثيين أو إخراجهم من جماعات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية عندما أخرجهم، كل هذا يعطي للحوثيين هذه القوة وهذا الدعم بغض الطرف وعدم الإدانة. لكن أظن أن ستكون هناك تغييرات لسببين. الأول هو أن جو بايدن أو الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على اتخاذ بعض القرارات تجاه الوضع في اليمن وما يحصل في اليمن. والنقطة الثانية هي أن فرنسا أيضا ولأول مرة تتحدث عن هذا الملف بعد توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ أسبوع، يعني هي رئيسة الاتحاد الأوروبي. ربما سأعود لك دكتورة سيلين نتحدث ربما عن موقف أيضا الأوروبي والأمريكي ربما، ولماذا تم غض الطرف والآن يعني يجري محاولة كما تحدثت ربما الضغط على هذه الميليشيا، وأيضا ربما يستخدم أو تستخدم اليمن والحرب والملف اليمني نوع من المقايضة الآن. سأعود لك دكتورة سيلين، ابقي معي. أتحول الدكتور معن دماج. سمعت حديث ضيفي السيد مبارك العاتي ودكتورة سيلين ربما يتحدثون عن أهمية هذا التقرير بتوقيته، ما أهميته من وجهة نظرك دكتور معن؟ أيضا لاحظنا أن هناك دقة أيضا في المعلومات وتتبع عملية يعني التهريب التي حصلت دكتور معن. لا شك أن التقرير بطبيعة المعلومات الدقيقة والتفصيلية التي تبدو أكثر شمولا من التقارير السابقة يحتوي على أهمية، وربما يدفع باتخاذ يعني قرارات أكثر تشددا في مراقبة منافذ التهريب المختلفة. لكن التهريب يظل مسألة معقدة وصعبة، يعني هناك إمكانية لخفض التهريب ولكن ليس هنالك إمكانية كاملة لمنع التهريب، وهذا أمر معروف حتى في مناطق جغرافية صغيرة ومحدودة وأقل صعوبة جغرافية كما في حالة غزة، الذي رغم توفر الإرادة الدولية في حصارها ما يزال هناك تهريب للسلاح، وطبعا أغلب السلاح يتم تهريبه عبر جماعات إيرانية. الموقف المجتمع الدولي من المسألة تهريب الأسلحة الإيرانية هو موقف نستطيع أن نقول أنه مزدوج. من ناحية هناك إدانة لهذا التهريب، ومن ناحية هناك ضغط للتسامح مع منافذ هذا التهريب مثل ميناء الحديدة. وسبب هذا الضغط في الواقع ليس نوع من المؤامرة مع الحوثيين أو الإيرانيين، ولكن أيضا لخلفية إنسانية. نعم، وعلى ذكر الدكتور يعني ميناء الحديدة أيضا وتحالف. التقرير تحدث أن الحديدة منطلق لتجميع العبوات وتنطلق من الميناء، وكذلك ميناء الصليفة، هناك أيضا تفصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع. نعم نعم، لكن في نفس الوقت هناك مطالبة مستمرة بتخفيف الإجراءات التي تقيد الاستيراد من ميناء الحديدة ورفع ما يسمى بالحصار على الميناء. والواقع أنه الأمر المعقد في الأمر أنه ليس هنالك بدائل من الناحية الإنسانية لتوفير المستلزمات المعيشية غير ميناء الحديدة، لأن الحكومة والتحالف خلال سنوات طويلة فشلت في تحويل الموانئ الموجودة على الأخرى الموجودة على خليج عدن، تحويلها إلى ممر آمن وكافي للموارد لليمنيين جميعا. هناك مشكلة في ميناء عدن، هناك مشكلة في الحركة البرية، وبالتالي أصبح ميناء الحديدة، وربما هذا كان يبرر حتى الضغط الكبير في اتفاقية ستوكهولم، أن احتلال الميناء بما يفرض من معركة قد تؤدي إلى تدمير الموانئ الثلاثة سوف يسبب في مجاعة وفي نقص الموارد الإنسانية والغذائية في أغلب مناطق الشمال. لكن الموضوع التهريب هو موضوع معقد، الجديد ربما هو توفر إرادة دولية للضغط على الحوثيين وعلى إيران بعد ما يمكن أن نعتبره سنة أو سنتين من التدليل للحوثيين
وصلت السنة الأخيرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة. هل تعتقد دكتور معن يعني هناك إرادة دولية لممارسة ضغط أو حتى الحد من ذلك؟ يعني هناك قانون أيضا يعني يحظر تهريب الأسلحة، ولكن إيران ما زالت مستمرة. هل تجد أن هناك نية؟ يعني تحدث ضيفي ربما أن موضوع ضغط الآن على الميليشيا ربما وربطها أيضا بمفاوضات فيينا، هل كونه ربما لا يتعدى فقط الضغط وليس هناك نية لاتخاذ أي موقف؟ هو الضغط موقف بحد ذاته. هناك في الواقع تغير في السياسة الدولية والإقليمية من الحركة الحوثية بعد تسامح وربما دعم وربما تغاضي عن كثير من الجرائم وضغط كان مكرر طوال الفترة السابقة على التحالف في ذات على المملكة العربية السعودية وعلى الحكومة الشرعية. نلاحظ حتى في العملية العسكرية، حتى في عودة القصف في صنعاء وفي كثير من المناطق الذي لا يمكن في تقديري أن يكون بدون نوع من التغاضي المجتمع الدولي بذات الإدارة الأمريكية أو إعطاها الضوء الأخضر. في الواقع هناك إعلان صريح من الأمريكيين أن مأرب لن تسقط، وهذه كلها مؤشرات على أن التمادي الحوثي ورفع السقف والأوهام التي أصبح يمتلكها حول نفسه ومحاولة استخدام الملف اليمني في خدمة إيران في مفاوضات نووية هنالك سقف تم تجاوزه، وبالتالي المعركة التي نشاهدها الآن في اليمن، التدخل على نطاق أوسع من الفترة السابقة. نحن نتذكر أن يعني صنعاء والمناطق الشمالية تقريبا مدة عامين ظلت بعيدة عن القصف الجوي حتى عادت مع الهجوم الأخير على مأرب. صحيح. كل هذه التغيرات من ضمنها أيضا المحاولة التشدد في الملف التهريب، والذي هو في الواقع ليس مسؤولية دولية فقط ولكن مسؤولية التحالف، مسؤولية الحكومة اليمنية الشرعية. نعم. إذا شاهدنا القنوات بعيد عن الحديث عن الموانئ الإيرانية التي بالتأكيد هي المعبر الرئيسي للتهريب، القنوات الأساسية في اليمن إضافة إلى ميناء الحديدة الذي يخضع للسلطات الحوثيين هي مناطق في شبوة والمهرة التي من المفروض أنها بالكامل تحت سيطرة الحكومة اليمنية والتحالف. والتحالف العربي صحيح. منذ 6 سنوات الجميع يتحدث عن هذه الممرات، عن تهريب عبر المهرة وعن تهريب عبر شبوة. صحيح. وهناك من يتساءل أين هو التحالف العربي؟ لماذا لا يحكم سيطرته على هذه الممرات المائية كما تحدث دكتور معن؟ سأعود لك دكتور، ابقى معي. أعود السيد مبارك العاتي، أيضا التقرير تحدث وتطرق للتهديدات التي تشكل أو يشكلها الحوثيون على الملاحة البحرية، وأنطلق أيضا هناك رسالة من الحكومة الإماراتية إلى مجلس الأمن يعني تتحدث عن أن هناك أعمال قرصنة تتنافى مع متطلبات وبنود القانون الدولي. أيضا كيف تنظر، هل هناك تصعيد أيضا إماراتي من بعد سفينة روابي؟ يعني أريد أن أضيف نقطة أخرى لما تفضل به الزملاء قبل قليل قبل أن نتجاوزها ويجب على شأنك، هو يجب أيضا أن لا نستبعد الفساد الإداري في المناطق التي تم تحريرها، خصوصا في الموانئ التي أعيد ترميمها وأعيد فتحها. الطرق التي أنشأها التحالف العربي لم يتواكب مع حقيقة تطوير إداري أو على الأقل مسارات إدارية داعمة لهذا النشاط الذي يدعم أو يدفع به التحالف العربي. هناك بالفعل فساد مستشري في أجهزة الشرعية اليمنية يعطل كثيرا من عمليات الضغط الذي تمارس المملكة العربية السعودية للداخل اليمني، الضغط التنموي أو حتى من عمليات استخدام أو استثمار الموانئ اليمنية. ما شرت إلى حضرت حول رسالة الإماراتية، بالفعل هذه فرصة جديدة للتحالف العربي بأن يقنع الأمم المتحدة بأن اتفاقية استوكهولم المغيبة لم تعد متواجدة على أرض الميدان، مع الإشارة إلى ما كشف التحالف العربي من تحويل الحديدة بأكملها إلى ورش ومخابئ ومعسكرات، وعسكرت الحديدة بأكملها سواء ميناء الحديدة أو الصليب أو حتى نوع ما رأس عيسى. في اعتقادي أن هذه فرصة كبيرة للتحالف العربي بقادة المملكة العربية السعودية والأشقاء في دولة الإمارات باستثمار هذه الفرصة لاستمرار الضغط على المجتمع الدولي، خصوصا أن الدبلوماسية السعودية نجحت كثيرا مع الإدارة الأمريكية المتشددة أو المتصلبة أو المهادنة للتمرد الحوثي، والتي رفعت التمرد الحوثي منذ الأسبوعين الأولين من قوائم الإرهاب،
وبعد أن سيطر تمرد حوثي على مبنى السفارة الأمريكية واعتقال بعض الأشخاص المحسوبين على السفارة الأمريكية باعتقادي أنها كانت درس استثمارات الدبلوماسية السعودية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك رأينا تغيرا في الموقف الأمريكي المعاند كان للتحالف العربي. اليوم المجتمع الدولي أكاد أجزم أنه يقول للتحالف العربي أجهزوا على ما تبقى ويعني خلصونا يعني طالت المسألة. برأيي أن المجتمع الدولي مجتمع دعيني أقول أنه مجتمع منافق يقف دائما مع الأقوى، متى ما رأى أن التحالف العربي هو الأقوى مرر مثل هذه التقارير المهمة جدا، وكان يجب أن يكون أن المجتمع الدولي في مثل هذا التوقيت منذ أوقات مبكرة، لكنه يريد بالفعل عمل ميداني حقيقي على الأرض حتى يمكن أن يدعم. الأمر الآخر أن المجتمع الدولي والتحالف العربي لم يرى بكل أسف من الشرعية حتى الآن، أو على الأقل حاليا لم يرى دعم حقيقي، لم يرى إرادة واضحة من الجيش الوطني أو من الحكومة الشرعية بأنها ترغب بالفعل في دحر تمرد الحوثي، دحر من الحديدة، محاولة على الأقل فتح جبهات فيما تبقى من إقليم أزال، يعني لا تزال الشرعية اليوم في موقفها الذي عهدناه عليه. هذه الأمور كلها المجتمعة يأخذها دائما التحالف العربي على محمل الجد، ولذلك عندما تم تغيير قائد القوات المشتركة وحضار سعادة الفريق الزيمة رأينا حالة انتشاء جديدة، حالة تخطيط جديد، حالة استراتيجية سواء في الميدان في التكتيكات الميدانية حتى في الاستراتيجية الأخيرة لتقرير الحوثي. نحن على أساس مرحلة جديدة، وفي رأيي أن التقدمات التي سجلت. نعم، وضحت الفكرة سيد مبارك، وأشكر انضمامك معنا المحلل السياسي المعروف سيد مبارك العاتي. شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. مشاهدينا سوف نواصل حديثنا بمعية الدكتور سيلين جريزي الأكاديمية والمحلل السياسي ودكتور معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. نرحب بكم مجددا مشاهدي الكرام، مستمرين في حديث المساء. نناقش اليوم تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن حول تطور القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي، وكيف تم تهريب هذه الأسلحة إلى هذه الميليشيا من قبل طهران، وكيف سمح المجتمع الدولي بتطوير هذه القدرات لميليشيا الحوثي، بمعية الدكتورة سيلين جريزي الأكاديمية والمحللة السياسية والدكتور معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء. والآن ينضم معنا السيد محسن خصروف الخبير العسكري، الآن ينضم معنا عبر زوم. نرحب بك سيد محسن، مساء الخير سيدي. مساء النور، اهلا بكم وسهلا. نعم سيدة اللواء، اشكر انضمامك معنا. اذا نحن نتحدث عن هذا التقرير للجنة الخبراء بما يتعلق بكيف طورت قدرات العسكرية وكيف تم تهريب هذه الأسلحة إلى هذه الميليشيا من قبل طهران، كيف وجدتها؟ يعني هل أتاح أو كيف أتيح للإيرانيين ومكنهم من تطوير قدرات هذه الميليشيا؟ هل تم غض النظر وغض الطرف عن إيران، والآن ربما يجري الضغط على هذه الميليشيا وأيضا طهران؟ جزيلا، الجزء الأخير من السؤال هو الصحيح، تم غض الطرف عن طهران وتركت للحوثيين ميناء الحديدة والسواحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فراحت إيران تأتي بما لم تستطعه الأوائل فيما يتعلق بالقضية الوطنية اليمنية، جاءت بالصواريخ الحرارية والبالستية وقطع غيار السيارات والطيارات المسيرة مفككة قطع غيار، وصنعت كل شيء، وجاءت بالخبراء الإيرانيين وخبراء من حزب الله وعملوا ورش تصنيع حربي في صنعاء وفي ميناء الحديدة وفي مناطق أخرى وفي مناطق بعيدة حتى عن العاصمة وفي أحياء من أحياء العاصمة الأحياء السكنية مع الأسف لكي يعني يستخدموا المواطنين كدروع بشرية. حصل هذا والعالم يدري بهذا، والبنتاغون يدري، والسي اي يعرفون، والمخابرات السعوديه تعرف، وكل الدنيا تعرف ان ايران تزود الحوثي بكل ما يحتاجه من الاسلحه، ويعرفوا ايضا ان الجيش الوطني اليمني والدوله الشرعيه المحاصره، يعني الجيش محاصر والدوله محاصره، يعني ربما الان تغير وضع الجيش قليلا بفعل الدعم الذي حصل عليه من المملكه العربيه السعوديه
الشهر الأخير سواء بالطيران أو الدعم المادي أيضا للأسلحة وعتاد، لكنها ما زالت في حدود الخفيف والمتوسط، لم تأتي حتى هذه اللحظة عربات مدرعة ودبابات ومدفعية ميدان وعتاد كافي إلى آخر، يعني هذا لم يحصل حتى هذه اللحظة، لكن حصل دعم طيب وكانت نتائجه في البلد وفي معسكرات أخرى وتم السيطرة عليها وتحريرها. ولاحظنا كيف يعني ما هي أهمية السلاح، المقاتل اليمني هو المقاتل اليمني من الشمال أو من الجنوب من الشرق أو من الغرب، حينما توفر لألوية العمالقة الأبطال والجيش الوطني والمقاومة معهم الأسلحة اللازمة، تم تحرير 3 مديريات فيما لا يزيد عن أسبوع أو 10 هي بالكثير، واضح لا. المسألة يعني فالحوثي يعني يحصل على كل ما يريد من الأسلحة، والدنيا تعرف أنه يحصل عليها من إيران، وحددت أحد الصحف الأمريكية حددت ميناء في إيران هي اللي مصدر لإرسال الأسلحة إلى اليمن. نعم جاسك نعم. بالنسبة لتطوير القدرات، الحوثي غير قادر على التصنيع، لكن هناك خبراء من حزب الله ومن إيران يساعدونه على تجميع هذه الطائرات المتفككة وتحويلها إلى طائرات متكاملة، وفي نفس الوقت الصواريخ تأتي قطع يتم تركيبها، وأيضا في صواريخ باليستية كانت صناعة روسية تم تقليل تخفيف الوجود منها وتحويلها لكي تذهب إلى مسافات أبعد لكن بفاعلية أقل. هذا ما يحصل، يعني الحوثي يحصل على الدعم الفني والمادي والمالي كاملا من إيران. جميل. طيب سأعود لك، ابقى معي سيدة اللواء، تحول الدكتورة سيرين جريزي، وانطلاقا من رسالة الحكومة الإماراتية لمجلس الأمن ما بعد أيضا يعني اختطاف روابي، هل تعتقدين الآن يعني أيضا بالأهمية بما كان نذكر أيضا التقرير أشار إلى التهديدات التي يشكلها الحوثيون على الملاحة البحرية، هل سيكون هناك تحرك وكيف تقيمين أيضا هذا التحرك الإماراتي حاليا؟ أنا أظن أنه سيكون هناك تحرك، لأن اليوم قد صدرت يعني كان هناك طلب رسمي، والأمم المتحدة أيضا قد دعمت حول إطلاق سراح السفينة الإماراتية، وأيضا هناك 11 شخصا من الطاقم بينهم أجانب أو أغلبهم أجانب، لذا فأظن أن المسألة لن تمر مرور الكرام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطاقم المفروض أنه يقدم مساعدة طبية وغذاء إلى الشعب اليمني، في حين أن الحوثيين قد قالوا بأنه يحمل أسلحة. فأظن سيكون هناك تحرك دولي، لأن الموضوع لا يمكن أن يمر مرور الكرام، اليوم قد تكون يعني باخرة إماراتية لكن غدا قد تكون باخرة أخرى، قد تكون يعني من خلال متابعتك دكتورة كيف سيكون هذا التحرك الدولي يعني الآن، ومن خلال أيضا متابعتك الآن للموقف الأمريكي أيضا والأوروبي، هل سيكون هناك موقف جاد أو لا يتعدى الآن ربما اجتماع وربما بيان شديد اللهجة ربما، أو سيكون هناك تحرك قد يكون ملموس على أرض الواقع؟ أنا أستبعد تماما أن يكون هناك تحرك ملموس على الأقل من طرف الغرب، هناك وكالات يعني تتم العملية بوكالة مثلا دول التحالف، قد تمر عبر دول التحالف، قد تمر عبر الأمم المتحدة، قد لكن أنا أستبعد تماما أن يكون هناك تدخل مباشر سواء من الغرب أو سواء حتى من الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في الوقت الحالي، رغم التهديدات رغم الوعيد رغم كل شيء، لكن أنا أظن يجب أن نشير إلى شيء، قنوات التواصل مفتوحة بين كل الدول وكل الفقراء على أرض اليمن وبين الغرب وبين إيران وبين دول التحالف، لذا سأظن سيتم الموضوع عبر قضية مقايضة مثل ما لاحظنا مؤخرا موضوع السفير الإيراني والرغبة في ترحيله، يعني الأبواب ليست مغلقة بتلك الحدة التي يسوق لها يعني في لن أقول في كل الإعلام ولكن في بعض القنوات الإعلامية، لكن أن تظل سفينة قد أنا أظن أن العالم سيتحرك، لأن هي مسألة تقدير موقف، هذا من جهة.
مسألة أيضا لن أسميها قرصة ودن بالنسبة للحوثي، لكن إرسال رسائل. يجب على المجتمع الدولي الآن أن يرسل رسائل للحوثيين بأنه لن يسكت حتى وإن لم يتدخل مباشرة، هو على قدرة أن يقصقص أجنحتهم إذا صح التعبير، رغم أن الكل يقول بأن الحوثيين قد خرجوا عن السيطرة حتى عن سيطرة إيران نفسها، لكن أنا أستبعد هذا الموضوع. لا زالت هناك علاقات، وأن الحوثي هو ذراع من الأدرع الإيرانية، وعندما تتحكم في الرأس أو تقايضها قد إيران قد تسحب أو قد تمدد ذراعها بطريقة أو بأخرى حسب الصفقة طيب التي قد دكتورة، دعيني أتوقف عند نقطة مهمة ذكرتيها، يعني تستبعدين أن يكون هناك تدخل مباشر، ولكن ربما تدخل عن طريق الوكالات، وأهمها ربما التحالف العربي. هل سيكون هناك ربما دعم أكثر يقدم للجيش اليمني؟ نلاحظ أن هناك تحرك كبير، وكما لمسنا انطلاق العملية العسكرية في شبوة. هل سيكون هناك يعني تحرك أكثر، دعم أكثر للجيش الوطني بما يتعلق أيضا بمأرب وغيرها من الجبهات؟ أنا أظن أنه لن أقول قد فات الأوان، هذا الدعم كان يجب أن يكون منذ مدة طويلة، منذ بعد 7 سنوات. أن تدفع من الدماء من الضحايا. المشكلة هنا هو أن هناك رغبة لإنهاء هذه الحرب، لكن هل هناك تحرك لإنهائها؟ هنا توجد المشكلة. قد يتم دعم الجيش اليمني، والمفروض كان على الدول التحالف أن تدعم الجيش اليمني منذ مدة طويلة بدل أن تتدخل هي مباشرة، أن تكونه، أن تقوم. هذه من بين الأخطاء التي قد نثيرها، لكن ليس هنا موضوعنا. حتى لو حصل هناك دعم، أنا من رأيي سيتم حل الموضوع عبر مقايضات، عبر صفقات، لأن التواجد الأرضي صحيح أن هناك جيش الحكومة اليمنية، هناك أيضا لواء العمالقة ومجموعة من المنتسبين الذين يدعمون الحكومة اليمنية أو حتى التحالف، لكن يظل الحوثيين لديهم أيضا وسائل إغراء كبيرة، وليست دائما إغراء، قد تكون قوية لاستقطاب أو تجيش لا. لذا فالمعادلة قد يكون هناك مشكلة، خاصة وأنهم يسيطرون على المناطق، هناك وعورة المناطق، والجغرافيا الإنسانية في اليمن معقدة، والجغرافيا الطبيعية أيضا معقدة. لذا إن تم تجيش يعني الجيش الوطني للأسف الذي كان من أجمل وأكبر الجيوش أو الأوحد الجيش النظامي في المنطقة الذي تم تفكيكه بسبب انتماءات، المشكلة هنا هو أن الموظفين الجيش لديهم انتماءات للقبيلة، لشيخ القبيلة أحيانا أكثر من انتماء إلى البلد، وهذه الخاصية يفهمها الكثير. لذا حتى وإن حاولت الدول التحالف دعم الجيش أو دعم الحكومة أو كل، أنا أظن أن الموضوع سيتم عبر صفقة على الأقل حتى وإن كانت ضمنية. لا لا، دعينا دكتورة نتوقف معك لضيق الوقت. أشكر انضمامك معنا سيدة دكتورة سيلين جريزي الأكاديمية والمحللة السياسية المعروفة، شكرا جزيلا لك سيدتي لانضمامك معنا، وذكرتي نقطتين مهمتين سأنقلها للدكتور معن دماج. دكتور معن، فيما يتعلق الآن يعني إن كان هناك من تحرك دولي سيتم عن طريق الوكالات، ربما من التحالف العربي، ربما إطلاق الحرية أكثر لضربات جوية كما تابعنا دقيقة ونوعية في العاصمة صنعاء، أو حتى تحرك قوات العمالقة وتحرير مديريات شبوة، أو عن طريق أيضا الحل الوضع عن طريق الصفقات والمقايضات كما تحدثت الدكتورة سليل، هل تتفق معها فيما يتعلق بهاتين النقطتين؟ هو من حيث المبدأ هناك نوع من غض النظر الدولي أو نوع من إعطاء الضوء الأخضر للتدخل، وربما هناك نوع من المساعدة في المعلومات الاستخباراتية حول المواقع المواقع المخازن الأسلحة وغيرها من المواقع التي قدمت في تقديري ربما في الفترة الأخيرة للتحالف العربي. بالنسبة للمقايضة، هي اليمن بالفعل قد دخلت من وقت طويل في سوق المقايضة، لكن هل يمكن أن هذه المقايضات سواء في فيينا بخصوص الملف النووي بين أمريكا وبين إيران، أو وخصوصا الوضع الإقليمي بين الدول الإقليمية الأساسية، أن تقود إلى حل في اليمن؟ هذا أمر أنا أشك فيه. البلد دخلت في صراع أهلي عميق، وللأسف الشديد طبيعة الترتيب الحوثية القائمة على جانب سلالي ومناطقي وطائفي، وفي جوهره طبعا المسألة السلالية، لا يمكن أن تقود إلى حلول وسطى. يعني هم داخلين في معركة صفرية، أما يربحون كل شيء،
كل شيء مش بالضروره كل اليمن، ولكن على الاقل السيطره بشكل كامل في المناطق الشماليه، او سيخسرون كل شيء. عندهم وعي عميق بالوضع الذي وصلوا اليه، وانا اظن ان هذا الوضع ربما كان بتخطيط ايراني بحيث لا يترك لهم اي فرصه للعوده الى القلب وللتراجع. ما حدث للناس في المنطقه الشماليه للقبائل للاسر القبليه البارزه للتكوينات السياسيه الاساسيه، تجمع اليمن للاصلاح، المؤتمر الشعبي العام، لا يحتمل معه اي تسويه مع الحوثيين. الحوثيين يعرفون انهم متى ما وضعوا السلاح، متى ما بدا عليهم اي ضعف، المجتمع المحلي سوف يثور وسوف ينتقم منهم وسوف ينكل بهم. صحيح. انتقاما في الواقع للتنكيل الذي مارسوه بحق المجتمع اليمني، والذي هو غير مسبوق في الحروب الاهليه اليمنيه. فقط كثير من المسائل محترمه في الحروب الاهليه اليمنيه لم يتم التطاول على العائلات، على الاسر، على الاطفال، لم يتم تفجير البيوت بهذا النطاق الواسع. كانت الامامه تدمر بيت او اثنين لرموز قبليين لاثاره الفزع، ولكن ليس كل خصومها وليس اشخاص عاديين مدرسين او معارضين او ضباط صغار. نعم. ما حدث في اليمن في الواقع حتى ضمن الصراعات المتخلفه التي تنتمي للعصور الوسطى التي عرفتها اليمن واستمرت بها حتى ثوره 26 سبتمبر غير مسبوق، وبالتالي حتى اي تسويه محليه انا اعتقد انها لا يمكن ان يكتب لها النجاح. المراهنة فقط أن الجيش الوطني يعزز مواقفه، لأنه الدولة ربما نعم. تكون ضمان للجميع ما فيها أعداءها الحوثيين. نعم، دعنا نتوقف عند هذه النقطة دكتور معن المهمة، وأشكر انضمامك معنا مدرس الفلسفة بجامعة الصنعاء الدكتور معن دماجة، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. أعود لسيدة اللواء محسن خسروف، إذا من خلال هذا التقرير الذي كما تحدث ضيوفي المهم في توقيته حاليا، والمعلومات الدقيقة التي تم يعني بيانها في هذا التقرير من خلال تتبع سلسلة الحيازة عبر شبكة معقدة عبر الوسطاء، ربما لإخفاء سلسلة الحيازة يعني تم، وهي سلسلة معقدة كما ذكرها التقرير، هل باعتقادك الآن سيكون هناك لجم لطهران الحد من يعني مد هذه الميليشيا بهذه القدرات العسكرية؟ ماذا بعد هذا التقرير سيدة اللواء من وجهة نظرك؟ شكرا جزيلا. هو إيران لن تفعل، إيران لن تفعل ولن تتوقف إلا بزاجر دولية، موقف دولي يعني حاسم، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الدول الكبرى أو من الدول الأوروبية أو بعقوبات ذات أهمية. والأهم من هذا كله أن يقف تقف الدول التي تنادي بالحرية والمساواة وضد العنصرية وضد السلالية، أن تقف إلى جانب الدولة اليمنية الشرعية. نعم. وأن يتكرم التحالف بالمزيد من دعم الجيش الوطني اليمني بما يحتاجه من السلاح. الحوثي لن يرعوي إلا إذا انكسر عسكريا، إذا تم كسره عسكريا لا شك أنه سيقف عند حده. وإيران حينما تشعر أن الحوثي في حالة خطر أيضا ستقف عند حدها. لا يمكن الحوثي أن يرعوي ولا يمكن لإيران أن تقف عند حدها إلا إذا كان هناك موقف عسكري حاسم وانتصار واضح. نعم. وكسر. هل تتوقع سيدة اللواء أن يكون هناك موقف دولي الآن أيام قليلة ويجتمع مجلس الأمن ويتم عرض هذا التقرير، هل سيكون هناك موقف حازم ورادع لهذه الميليشيا؟ هل تتوقع ذلك؟ فيما يتعلق بمجلس الأمن الدولي نعرف قراراته ذات الأهمية، وأهم القرار 2216 الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى حل المشكلة اليمنية برمتها. نعم. لو أنه تم تنفيذه، ولكن مع الأسف لم يحدث هذا، يعني لم يتم تنفيذ هذا القرار، بل تم إجهاضه. نعم. من قبل المجتمع، من قبل الكبار في المجتمع الدولي. نعم، إذا دعنا نتوقف عند هذه النقطة سيدة اللواء، وأشكر انضمامك معنا سيدة اللواء محسن خسروف الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا، ونشكر كل من ضموا معنا في هذه الحلقة، السيد مبارك العاتي المحلل السياسي المعروف، الدكتورة سيرين جريزي الأكاديمية والمحللة السياسية المعروفة، وكذلك الدكتور معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.